مرجو كان اخر مداخله ديال السي كريم. انا ربما شفت السيد السي صار ما يتاخر اذا كان السي كريم ما يعطيها لسا مبارك يتسلم راسو لان شفت كاين التفاهم على اي قبل ما يعطي السي كريم الخوت لا بالي خلو اسمح لي ما نبقاوش مداخلات تتضرع بمجموعة من الحجج التي لا أساس لها من الصحة بدعوى وجود خطوط حمراء وبدعوى وجود مسائل لا يمكن الخوض فيها أو معوقات. يعني نصوت على أحزاب لا تمارس السلطة، أحزاب شكلية، والحكومات التي تعاقبت على المغرب أعطت الدليل والبرهان على ما أقول. يعني عندما تحدثت المتدخلة قبلي وقالت بأن حكومة بن كيلان ربما أن ليس صحيحا لأنه لا يحكم بالفعل، أن في المغرب يجب أن يتضح إذا أردنا أن نشارك الشباب في الأحزاب ويشارك بكثافة في العمل السياسي، يجب أن تتضح الرؤية وأن لا تكون هناك صورة ضبابية عن القرار السياسي في المغرب. يجب أن تتضح وأن يقول هؤلاء الأحزاب نحن عاجزون على تطبيق برنامجنا الحزبي. أنا بالفعل هناك إكرار أولا ينطلق من نظام الاقتراع المتبع في المغرب، لا يفرز أغلبية منسجمة، لا يفرز أغلبية منسجمة، وبالتالي لا يمكن أن تطبق هذه الحكومة برنامجا تابعا لحكومة الفسيفساء السياسي كما يصطلح عليها في علم السياسة. يعني مجموعة من المرجعيات اشتراكية إسلامية ليبرالية لا يمكن جمع الأغضر، وأنتم تعرفون ذلك. يعني في الدول الديمقراطية هناك أنظمة اقتراع تفرز أغلبية منسجمة كما هو الشأن في فرنسا مثلا، هناك الاقتراع بالأغلبية على دورتين، الدورة الأولى بالبرومي تور ونشوازي لو دوزيام ونيليمي، الدورة الأولى نختار والدور الثاني نقصي، وبالتالي تكون هناك حكومة سياسية تطبق برنامج، هناك تعاقد
بين الشعب وبين حكومته، وهذا ما ينتفي في المغرب. هناك فقط مشاركة في الوظائف ممكن أن نطلق على هذه الحكومة موظف سامون ليس إلا. وشكرا. هذا ليس في الأخير. لا ما شاء الله.